بعد السوريين بحبوا الحياة وبعد سوريا بخير. والله اليوم فعلا من جديد بهالمعرض هذا، يعني فعلا هذا المعرض أثبت للعالم كله أنه سوريا قادرة تعيش بكل لحظة وتتحدى كل الصعوبات اللي مرت عليها. هي عودة المعرض للفعاليات واللي قديمة بعد تقريبا ست سنين، هذا شيء مبادرة خطوة جدا كانت حلوة هون لحتى نخفف من شوي من الخوف اللي احنا لحتى ندعم اقتصاد بلدنا، ندعم الصادر تبع نصور صادرات كثير من بلدنا ونورجي دول تانية انه احنا لساتنا عايشين بوضع في امال في حياة. العالم عم تجي، انا جاي من اللاذقية اليوم جاي اشوف المعرض وجاي انا واقربائي كمان، يعني هي مبادرة جدا لازم الكل يجي يشوفها، مو بس السوريين وانما بقية الدول الثانية كمان. هلا رجعت بامان والحمد لله سوريا بخير والقائد الرئيس بشار بألف خير، والله يحيي الشعب السوري ويحمي الجيش وينصرنا على الأعداء. أنا مغترب من أصل سوري من أستراليا، جايين لهون سمعنا بالمعرض، طبعا نحن كثير متفائلين، نعتبر افتتاح المعرض هو رسالة لنهاية الحرب القذرة على سوريا، ومثل ما أنا شايف وعم نسمع وهلا بعد ما نحن فايتين بعتقد هاي نهاية الحرب وابتداء الحياة وسوريا الجديدة. نجي نتصور نشوف المعرض مع أحلام. حضرنا بمعرض القديم ذكرى حرب تشرين التحرير اللي قادها الرئيس حافظ الأسد عتشلون والانتصارات اللي حققها الجيش العربي السوري. بهذه المناسبة مطلوب من الله عز وجل أن يوفق سوريا وأهل سوريا. أنا حاسة بالفرحة كثير، ولما سمعت أن المعرض انفتح أجيت من جبلي خصوصي لأتفرج على معرض دمشق الدولي، حديت العالم وأجيت، قال انفجارات مهمني، قالوا ده مهمني، بدي إشي أتفرج. الله يحمي الجيش السوري اللي خلانا نيجي على هذا المعرض واللي خلانا مبسوطين ونيجي على هذا وأنا بشكره.